قاست الجدوى ديال انبوب الغاز غادا في الطريق ديالها وقطعنا مراحل كبيره منذ البدايه. اليوم حنا نقربوا للنهايه ديال دراسه الجدوى، وفي هذه الاتفاقيات اللي مدينا مع البلدان اللي شفنا اليوم بحال الاتفاقيه اللي مدينا نهار 15 شتنبر مع المجموعه الاقتصاديه ديال بلدان شرق غرب افريقيا ومع السنغال وموريتانيا، هذا كيبين الاندماج ديال جميع البلدان اللي غادي يعبر عليها هذا المشروع الضخم واللي غادي يمكنهم باش يستافدوا من النتائج الايجابيه ديالو، لا من حيث الولوج الى الطاقه والكهرباء ولا ايضا التطور الاقتصادي والاجتماعي والهندسي ديال البلدان ديالهم. وهذه الاتفاقيات باش غادي يخدموا معنا يد في اليد في تطوير المشروع وفي الانهاء ديال الدراسات الاخيره ديالو. طبعا اليوم كما تشهدون تقريبا وقع في هذا المشروع تقريبا دول اقل اكثر من 5 دول فيها غيني بيساو وغيني استوائيه ودوله غامبيا وغانا وسيراليون، وطبعا دوله غانا نعم كما قلت قبل. وهذا مشروع هذا التوقيع لانطلاق المشروع، ويمكن تبقى 2 دول بس ان شاء الله هم كمان متوقعين في الاسبوع الجاي ان شاء الله يوقعوا اتفاقيه انطلاق مشروع انبوب الغاز ان شاء الله. To indicate that African countries, our partner countries are aligned on this project. They will give all the support, all the cooperation in building the infrastructure and also for creating the market for this gas. So today marks a momentous occasion with the Nigerian-Morocco gas pipeline signing, which passes through Sierra Leone, of course. So this 5,660 kilometer pipeline would feed Nigeria to Morocco and then to Europe, and it covers 506 kilometers of Sierra Leone's pipeline. We are excited to be involved in the project because what this allows us, it gives us access to energy and also allows us to feed our gas once we start producing into the pipeline. I must reiterate that on behalf of His Excellency the President of the Republic of Sierra Leone, Dr. Julius Maada Bio, we are fully committed and will give a full support to the project sponsors and the project.